بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا لن أعرفكم ولن أخطب وسحتى سأحاول أتحدث بالعامية المستطاع. نحن أود الإشادة والإشارة بالعدة المحنة. هذه اللقاءات ليست لقاءات وعظية ولا دعوة. هذه اللقاءات التي تدخل تحت مبادرة الإمام الأكبر الأزهر إجماعنا هي لقاءات حوارية. حوارية بمعنى أننا نود أن نرى الشباب الشابات، نرى أبناءنا في الأزهر، نرى أبناءنا وإخواننا وشركائنا في وطننا من المسيحيين والمسيحيات، نرى جميع الطوائف التي تجمع شباب وفتيات نختلف فيما بيننا، تتعدد الثقافات، تتعدد الديانات، لكننا جميعا نتفق على شيء واحد وهو حب الوطن. هي لكم انتم من سيقودها في المستقبل، ان تقدمت الناس انتم من يستفيد بخيرها، ولا قدر الله ان يصار في الاتجاه الاخر انتم من يضار بهذا السير بهذا الاتجاه. لا تتركوا احدا يتفتتكم، لا تتركوا احدا يلوث براءتكم ولا طهارتكم. تعقلوا بالامور واعلموا ان ايديكم خلقت لتبني لا لتهدم. رفقنا معكم لنعرف كيف تفكرون، ماذا تريدون ان يعني تخرجوا من الحيرة التي هي في أذهانكم، تصححوا بعض الأفهام المغلوطة التي دست في عقولكم عن عمد ممن لا يحبون هذا الوطن. أنبهكم ونفسي أن مصر تتعرض لمخاطر جمة ليست من بينها، وإنما ما يدور حولها هو أكثر خطورة. المنطقة تتغير ويحدث فيها تغيرات سريعة، لا نريد أن ننشغل بقضايانا الداخلية ونغفل عن هذه الأمور التي والمخاطر التي تخطط بنا من خلفنا. ولذلك فوجب تقديم الشكر لجميع الحاضرين والحاضرات، وجب تقديم الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر صاحب هذه المبادرة وهذه الجهود الضخمة التي لا يعرفها الكثير من الناس، ومن يعرفها ربما يتعمد أن يشوهها، ولكنها لا تقبل التشويه وهي أكبر من أن تشوه من قبل أي أحد. وجب تقديم الشكر إلى معالي الوزير الصديق العزيز الذي يجب أن يفخر به كل شاب وكل مصري، المهندس خالد عبد العزيز. هذا الرجل منذ لقاء الأول التقينا به ما عرضنا عليه شيء إلا قال موافق، ما طلبنا منه شيء إلا ويقول أنا جاهز. هذا الوزير هو ما يجب أن يكون على شاكلته من يتولون المسؤولية في بلدنا لتنهض مصر. أقدم الشكر للأستاذ محمد الخشاب والجميع المتعاونين في وزارة الشباب والرياضة. نطمع إلى تعاون مماثل من كافة الوزارات، من وزارة الثقافة، وزارة التربية والتعليم، ونحن نمثل فيما بيننا، وإن شاء الله ستكون هناك فعاليات مناسبة للتخصصات التي تباشرها هذه الوزارات. ويسعدني في هذه اللحظات نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر وبحضور الأستاذ محمد الخشاب نائبا عن معالي وزير الشباب والرياضة أن أعلن عن بدء فعاليات مبادرة الأزهر يجمعنا، وإن شاء الله سنتواصل معكم في لقاءات كثيرة. نود أن نستمع إليكم وأن نعيش بينكم لنقف على أفكاركم ومشاكلكم ونشارككم فيها، وتصححون أنتم لنا بعض ما يجب تصحيحه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.